الراديو 90 90 هواها مصري. اكسير السعادة. واكسير السعادة النهاردة هتقولك شوية عادات هتخلي يومك يظبط اكتر وتبقى كائن صباحي وتحس بالسعادة في يومك بدل ما تكون صاحي كده مش طايق نفسك. فان وخدلي بالك انت ما تاكلش وجبات تقيلة بالليل قبل ما تنام، ما تدبهاش يعني، حاول يكون العشاء خفيف خفيف ويكون قبل ما تنام بوقت كافي، بلاش ناكل وننام فورا، اضبط المنبه وخليه بعيد عن السرير على قد ما تقدر، خد وقت كافي للنوم ابتداء من 7 ل 9 ساعات، حاول قبل ما تنام يكون في مشروب، هقول لك عليه بس من غير طريقة، لبن. ما تضحكش، هو الموضوع مش اطفال بس، دراسات كتير اثبتت ان شرب كوبايه لبن دافيه قبل النوم بيساعد جدا على الشعور بالاسترخاء وانك تنام نوم هادئ وتصحى فايق. طبعا مش محتاجين نقول لك انك لازم ما تشربش كافيين بالليل وتمنع الشاي والقهوه وكل مشتقات المشروبات اللي فيها كافيين قبل النوم. قبل ما تنام يا ريت نقفل الموبايل ويا ريت نقفل كل الاجهزه الالكترونيه الموجوده في البيت ونخليهم بعيد عن السرير على قد ما نقدر. يعني مش كل ما هنفوق هنبص على التليفون، انساه. فترة النوم هي فترة ليك انت، فترة تستمتع بالنوم. لو بتعتمد على الالارم او المنبه بتاع الموبايل ممكن تعمله تخلي التليفون سايلنت والالارم كده كده هيزعجك يعني، وبرضو يبقى مش في متناول ايدك، بعيد شوية. ما تخليش اخر حاجة تعملها قبل ما تنام انك تبقى قاعد على فيسبوك، يعني وانت نايم مش لازم اخر حاجة تعملها انك تقلب في السوشيال ميديا، اكيد ما فيش حاجة يعني، المجرة مش مستنية البصة بتاعتنا قبل النوم. جاهز اللبس اللي هتلبسه من ليلتها مش يومها الصبح، ولو في اوراق هتاخدها معاك او شنطه مثلا يعني او اي حاجه تكون مرتبها بالليل وحاططها مثلا على الترابيزه قدامك او على السفره او حاجه، بحيث ان انت تصحى الصبح يكون مش مطلوب منك اي نشاط كتير جدا او اي لخبطه. طبعا لما تصحى كده هيكون عندك وقت فاضي، انت محضر كل حاجه من بالليل من اليوم اللي قبليه، خد وقتك اشرب المشروب اللي انت بتحب تشربه قبل ما تنزل، انزل في ميعادك او بدر ستيكة كده يعني شوية صغيرين وانت في الطريق للشغل او الكلية، اسمع حاجة انت بتحبها، اغانيك المفضلة، موسيقى كلاسيك مثلا، موسيقى خفيفة صباحك ومطرحك مثلا يعني.